أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان فعاليات الشارقة تشرق بفعالياتها. في دورتها الثالثة بدينا الحمد لله البارحة كان الانطلاق. فتحنا أبوابنا للجمهور من يوم الخميس، وإن شاء الله على موعد معاهم كل يوم ليوم الأحد الساعة 10 مساء بيكون آخر توقيت. المهرجان يستقطب كل العوائل الموجودة في الإمارات، ونرحب بزوارنا كلهم. الفئات العمرية اللي نستقطبها في المهرجان من أصغر ياهل عندكم إياه لين أكبر، الجميع ما شاء الله، لين أكبر واحد في العائلة. المهرجان يستقطب كل أفراد العائلة. عندنا المسرح الرئيسي للمهرجان موجود وعليه عروض متنوعة كل يوم، وعندنا جدول كامل للمهرجان ناشرينه عبر صفحتنا في الانستغرام شارجة إيفنت. نعم. وأيضا عندنا رقم حي كل يوم له جدول. إن شاء الله اليوم بيكونون مخلطين ركن الطهي، الحين عندهم حاليا مسابقة طهي مع الشيف إياد والعديد من المشاركين عندنا، وباكر بإذن الله بعد بيكون عندنا مسابقة والشيف بادية خير الدين وأيضا الشيف برساد بيكونون موجودين عندنا في المسرح. أيضا عندنا من وايد جهات حكومية وخاصة في إمارة الشارقة، أكثر من 30 جهة مشاركة ويانا في هاي السنة. جميل. كل منصة نحن عندنا إياها في المهرجان حرصنا أن تكون منصة تفاعلية، تكون تفاعلية عشان يكون في تفاعل بين الجهة اللي موجودة عندنا في المهرجان والجمهور اللي يتواجد، عشان شوي نكسر هذا الحاجز اللي من بين الجهات الحكومية والجمهور. نعم. عشان يصير تواصل من بينهم، كل ما كان في تفاعل من بين الجمهور والجهة كل ما تحسين أن الجهة هاي تكون أقرب حق الجمهور. صحيح. من وايد نوع طبعاً. عليهم وايد أشياء. بالفعل سمعنا سمعنا عن عروض الليزر بعد، إذا بتخبرينا عنهم. طبعاً أكيد عندنا عروض الليزر. العروض تنعاد يومياً، كل عرض ينعاد تقريباً لمدة 3 دقائق على مدى اليوم من غروب الشمس، نبدأ من الساعة 6:30 لين 10:30 كل ساعة. وطبعاً عندنا أيضاً عروض جوالة، وأيضاً عندنا عديد من الفعاليات. القالب لهاي السنة هو الألعاب الإلكترونية، فإذا بتزورون موقعنا أو بتشوفونا على صفحة الإنستغرام بتلاحظون أن أغلب الأشياء اللي موجودة عندنا في المطرح هني كلها أشياء تخص الألعاب الإلكترونية، الفيديو جيم نفس ما نحن نعرف، سواء كان أركيد جيمز ولا ريترو جيمز ولا أي شيء ثاني. جميل. عندنا هاي الأشياء موجودة، وأيضا عندنا ورش عمل خاصة بالتصوير برعاية نيكون. كنت بسألك عن التصوير أستاذة سمية، يعني طريتي ورش الطهي وشيف إياد ما غيره المعروف صح؟ المشهور. يعني يقال أقرب طريق لقلب الرجل معدته، أنتوا لقلب كل الجمهور الإماراتي، يعني أن 3 شفايات بتيبون في هذا المهرجان، فأكيد بيكون الإقبال جيد. الفوتوغراف، التصوير الفوتوغرافي، خبرينا عنه. نحن عندنا هني في مسرح المجاز قسم خاص جاليري أكس. جاليري أكس جاليري استوحيناه من فعاليتنا اللي هي مهرجان التصوير الفوتوغرافي. نعم. أكسبوجر نسويها الفعالية سنويا. جاليري أكس موجود عندنا في مسرح المجاز، كل شهر يكون مضمونة معرض خاص بمصور المصورين اللي يكونون ويانا في مهرجان التصوير الفوتوغرافي أكسبوجر. فنحن خصصنا في هذا الجاليري عندنا غرفة ورش عمل. هاي الغرفة مخصصة حق ورش العمل برعاية نيكون، يوميا تحصل من الساعة 6:00 وحتى 7:00 مساء عندنا في مسرح المجاز في مهرجان فعاليات الشارقة تشرق بفعالياتها. جميل. ما شاء الله فعاليات متكاملة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ودائما ما شاء الله فعالياتكم متميزة في الشارقة، وهذا اللي شاهدناه أكيد خلال الفترات الأخيرة، دومكم متميزين في تقديم أجمل الفعاليات. ونشكر أكيد مشاركتك معنا أكيد أستاذة سمية العارف، تنفيذي إدارة التسويق في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كل الشكر الجزيل لك. شكرا لك. شكرا.